أبى أسوي التسريحة لها. عرفينا باسمك يا. طيب هذه التسريحة بنسويها الرنا. طريقة سريعة هي التسريحة بسرعة تخلص، تصلح للمدرسة أو تصلح لأي شيء تبونه. أول كد الشعر عشان ما تناقض. بعدين ناخذ أول خصل اللي من قدام مرة من فوق، بعدين نكدها. خدنا الخصل اللي من قدام، نسوي مساحة شوية مو كبيرة مرة. نربطها، بعدين ناخذ الشعر اللي تحت نخليه على تحت عشان ما بعدين ناخذ الخصلة ونحطها على قدام بهذا الشكل. لف شوي بهذا الشكل. بعدين ناخذ خصلة ثانية ونخليها على تحت، واخذ شباصة وبعدين أربطها. وأسوي نفس الشيء مثلها. إذا تبون تربطونها كلها أربطوه، يعني تزووا نفس الشيء مرتين ثلاث مرات. فأسوي نفسها مرة ثانية. يصلح إذا للحفلات تسوين بس مرة واحدة. بعدين نربطها. هذه التسريحة مرة سهلة وسريعة، تصلح للمدارس، تصلح لأي شيء. سويناها ربطتين وشوف شوفوا خلصنا التسريحة بسرعة، خلصت سريعة مرة، يعني طلعت بهذا الشكل. إذا تبون تسوونه كامل كيفكم، إذا تبون تسوونه مرتين ثلاث مرات عادي. فاحنا اخذنا مرتين عشان يبقى الشعر كله مفتوح. ان شاء الله تعجبكم التسريحة. يمدي تسوونها باي شيء، بالمدارس يمديكم تربطونها كلها، وبالحفلات يمديكم تسوونها كلها. فخلصت التسريحة بسرعة. شوفوا يعني على طول. تسريحة سهلة وسريعة، يمديكم تخلونها بأي شيء، يعني بأي شكل. نقدر نكملها هنا وهنا؟ اي يمدي تكملونها، يمدي تخلونها بس جهة واحدة. فأنا خليتها مرتين بس ويمدي أكملها. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.